مع مرور الوقت دخلت عمليات الإنقاذ والبحث في المناطق المنكوبة من الزلزال مرحلة حساسة، لكن الأمال لا تزال معلقة على جهاز رادار عابر للجدران. هذا الجهاز الذي أنتجته الصناعات الدفاعية التركية يطلق عليه اسم دار، ويساعد في تحديد موقع الشخص بين الأنقاض من خلال التنفس والحركة، كما يقدم إلى فرق البحث خريطة لتسهيل الوصول إلى الناجين، وقد ساهم حتى الآن في إنقاذ أكثر من 20 شخصا. Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan hareket et. Elini salla. Sesimi duyuyorsan hareket et. Sağ hocam. Evet abi. وفقا لدراسة أولية أجراها مجلس البحوث الإيطالي وبرنامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية، تبين أن الزلزال في تركيا وسوريا أحدث تشوهات أرضية على مساحة نحو 35 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر بثلاث مرات من مساحة لبنان. وفي الإطار نفسه تعتمد الجهات التركية على صور الأقمار الصناعية لتحديد الحجم الفعلي للأضرار، إضافة إلى طائرات الدرونز. وفي السياق ذاته أظهرت مشاهد مصورة بطائرة مسيرة خط الصدع العملاق، وقد برز الصدع بشكل واضح في جنوب تركيا عقب الزلزال. الزلازل أخطر الكوارث الطبيعية، فكيف تتكون؟ نتابع بهذا العرض للزميلة لارا منيف. يمكن أن تحدث في أي وقت أو مكان في العالم. لديها القدرة على قلب الحياة رأسا على عقب. تحول أي مكان تصله إلى منطقة حرب. أتحدث عن أخطر الكوارث الطبيعية، إنها الزلازل. لكن كيف تحدث الزلازل؟ تتكون الأرض من طبقات عدة، تبدأ بالنواة الداخلية للأرض وتنتهي بالقشرة الأرضية. يتكون سطح الأرض من مجموعة صفائح تكتونية، وهي في حركة دائمة، ويمكن لحركتها أن تسبب بناء الجبال أو انفجار البراكين أو حتى حدوث الزلازل. ولكن كيف ذلك؟ هذه الصفائح تتحرك إلى جانب بعضها البعض، ما عدا عند حدود تماسها مع بعضها أو ما يعرف بحدود الصفائح، حيث تتوقف الحركة، فيؤدي ذلك إلى تراكم طاقة كامنة. ولأن حركة غلاف الأرض مستمرة، فإن هذه الصفائح تعاود الحركة، ما يؤدي إلى فك التشابك وانطلاق الطاقة الكامنة على شكل زلزال. إذن عندما تتحرر الطاقة يحدث الزلزال. من الضروري معرفة أن لا أحد يستطيع التنبؤ بحدوث الزلازل. لا يمتلك العلماء إلا القدرة على إعطاء تقديرات احتمالية بالنسبة إلى كل منطقة في العالم، من دون تحقيق معايير التنبؤ الأساسية: المكان والموعد والشدة.